مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معانا في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وصل. نتواصل معكم في واحد من الموضوعات اللي بتدور في فلك حياتكم. طبعا عشنا على مدار 5 ايام، واليوم هو اليوم الاخير لفعاليات معرض ايدكس 2021 او معرض مصر للصناعات العسكريه والهندسيه. طبعا هذا المعرض الكبير الذي مازال يضع مصر في مكانتها الدوليه والاقليميه، سواء على صعيد تنظيم المعارض الدولية المختلفة أو على صعيد تكنولوجيا وصناعة السلاح غير المكانة الإقليمية. وده شهدناه في الإقبال الشديد سواء في التسجيل للمشاركين في المعرض من دول ومن دول عدة تعمل في تصنيع أعلى تكنولوجيات السلاح في العالم، أو من الشركات الخاصة أيضا اللي بتعمل في تصنيع السلاح ووجودها في هذا المعرض، بالإضافة إلى زيارة كثير من الوفود المختلفة من دول العالم وأيضا المصريين سواء متخصصين أو غير متخصصين. النهاردة اليوم الأخير في هذا المعرض، وسيكون سؤال حلقة اليوم كالتالي: كيف مثل إيدكس 21 رصيدا جديدا لمصر في امتلاك القدرة والمكانة الدولية؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم من همزة وصل. دائما تابعونا، شاركونا بآرائكم ومقترحاتكم المختلفة على همزة وصل إي جي، صفحتنا الوحيدة الآن على الفيسبوك. خلوني أطلع لتقرير سريع حول موضوع حلقة اليوم ثم نبدأ بعدها معكم التواصل. إقبال يتواصل على معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية في نسخته الثانية. إقبال بمثابة نجاح للمعرض ونجاح مصر في تنظيم فعالية من أكبر فعاليات أنظمة التسليح العسكرية. النجاح المصري لم يقتصر على التنظيم فقط، ولكنه امتد إلى المنتج المصري خالص الصنع، وهو ما لقى إشادات واسعة من الوفود الرسمية. فهي الطائرة المسيرة بدون طيار والملقبة بنوت فخر للصناعة المصرية، وبمقومات عدة تجعلها من نموذج متطور للطائرات المسيرة. الطائرة بتكون طيار بتتميز طبعا بالبقاء في الجو لفترة كبيرة تقرب من 6 ساعات، سرعة تصل ل 180 كيلومتر في الساعة، بتصل ارتفاعها 6 كيلومتر. الإلكترونيات العسكرية ومواكبة التطور التكنولوجي السريع واكبته مصر بإنتاج نماذج مصرية لكشف الأهداف المعادية وفقا لأحدث ما توصلت إليه الآلية العسكرية العالمية. احنا من خلال الابحاث والتعاون بين المراكز البحثيه والكليه الفنيه العسكريه قدرنا ان احنا نمتلك هذه التكنولوجيا، وقطعنا شوط كبير جدا في ان احنا نصمم وننفذ المعدات العسكريه، وخصوصا في مجال الالكترونيات الخاصه بينا. مش بس ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي، لا، ده احنا بننافس عالميا وبنسعى الى التصدير. قدرنا نصنع مجموعه من الرادارات، مجموعه من انظمه التعارف، مجموعه من الانظمه المضاده للطائرات من وجهه نظر الاعاقه أو الإلكترونيات الحديثة. كل أطر التعاون وأفاق التعاون مفتوحة، ولكن بغرض توطين الصناعة وزيادة المكونات المحلية داخل عدد كبير من المنتجات التي تنتج في مصانع الإنتاج الحربي الـ16، وده الهدف الأول والاستراتيجي اللي بتعمل عليه وزارة الإنتاج الحربي. تجمع عالمي يحمل أفكار ورؤى لاستراتيجيات عسكرية من بلدان مختلفة يتجمع تحت راية مصرية للتأكيد على أن مصر تنتقل إلى مصاف الدول الكبرى في المجالات العسكرية. بخطوات ثابتة يمضي معرض إيدكس 2021 نحو نجاح مستحق، تنظيم نال استحسان الجميع من الوفود المشاركة، مع تميز مصري لأحدث ما قدمته مصر من فخر الصناعة المصرية خلال المعرض، جاء ترسيخا لفكر الدولة بتوطين الصناعة المحلية في الآلية العسكرية. من مقر المعرض مصطفى عبد الفتاح، النيل. طبعا مع مشاهدينا الكرام هذا التقرير. طبعا احنا بنتكلم على 400 عارض من 42 دولة. هذا المعرض اللي تشرف بافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي له ليعطيه زخما اكبر. مزيد من التحليل مع ضيوفي، ابدا بدكتور سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. دكتور سمير، تحياتي. تحياتي لحضرتك استاذ، اهلا بيك يا دكتور سمير. دكتور سمير، يعني في البداية معرض عسكري بتعرض فيه احدث التكنولوجيات العسكريه على ارض مصر في واحده من اكبر قاعات العرض والمؤتمرات في الشرق الاوسط تقريبا. يعني في تحليلك لهذه الصوره ما رايك؟
الحقيقة المعرض في دورته الثانية بيؤكد وجوده على خريطة المعارض الدفاعية، المعارض العسكرية على مستوى العالم، سواء من يعني روعة الاستضافة والتنظيم أو الحضور، الحضور سواء كان شركات العارضة 400 شركة، عدد ضخم الحقيقة فيهم شركات أكبر الشركات العالمية والشركات الأقليمية طبعا موجودة وبكثافة كبيرة، وفي مقدمتهم مصر الدولة المستضيفة أو من عدد الدول 42 دولة. لو شفنا 42 دولة دول عليهم هم الدول اللاعبة في مجال تكنولوجيا الدفاع والتسليح، سواء كان بالإنتاج أو بالبيع أو بالشراء، فسوق كبير الحقيقة مصر بتسوق فيها منتجاتها وبتديها فرصة للتسوق أيضا، لأن مصر بتشوف من الدول العارضة ما يعني المفيد للقوات المسلحة المصرية، أو بتبحث اتفاقيات التصنيع المشترك والتعاون المشترك سواء مع دول أو شركات. نعم دكتور سمير، يعني خليني أتحدث بشكل صريح، وحضرتك يعني عسكري سابق، يعني رجل مرجع للقوات المسلحة، دائما التكنولوجيات العسكرية ليها نوع من أنواع السرية. يعني في وجود الوقت بنشاهد معارض عسكرية كثيرة، وأن مصر تشارك بإمكانياتها التصنيعية، لأن التكنولوجيا العسكرية أصلا أهميتها في التصنيع. دي رسالة في رأيك؟ أولا يعني قبل ما نقول الرسالة، مش كل اللي تمتلكه مصر بيتعرض في المعرض أو أي دولة، أو أي دولة في العالم يعني برضو. يعني ممكن صحيح. يكون عندنا يعني ما هو يعني أكثر تطورا أو أكثر تعقيدا من ما تم معرض. نعم. لكن في جزء، أولا جزء اللي هو بيسموه الردع المعنوي. نعم. إنك لما توصل للعالم إمكانياتك سواء بما تمتلكه من مصادر أخرى أو ما تصنعه، بتوصل رسالة ردع، ورسالة الرابعة دي مهمة، لأن الغرض من التسليح والتدريب ورفع الكفاءة القتالية والروح المعنوية هو منع الحروب. نعم. الردع المعنوي بيكون من أدوات منع الحروب، إن الناس تعلم إن لو في قوة معادية تعلم إمكانياتك فتتجنب الدخول في صراع عسكري مع دولتك. بالإضافة لأن في جزء مصر هتدخل كمنتج يعني يبيع للسلاح للآخرين. نعم. ففي الحالة دي لابد إنك أنت تعرض اللي عندك وتنافس بيه تكنولوجيات تانية، ويبقى في إمكانية للتعرف على كافة الإمكانيات اللي ده هيكون للبيع، عشان يبقى اقتصاد. يعني موضوع مبيعات سلاح ده من أكبر، هي أعلى تجارة في العالم حتى الآن. بالضبط بالضبط. يعني احنا نتكلم في تجارة رسمية شرعية، تجارة السلاح ما بين دول، فده اقتصاد الحقيقة. يعني بتضاف لكونه يعني اقتصاد استراتيجي وله بعد أمن قومي، لكن هو اقتصاد في الأخير، فبيكون فرصة انك انت تسوق منتجاتك وانك تمتلك المعرفه القادره على التطوير حتى. يعني صحيح. لما انت هتبيع النوت مثلا، اللي هيشتريها منك هيبقى في اصدار ثاني، هيبقى في دعم فني، لانك انت صاحب المعرفه، صاحب النوهاو، المعرفه. نعم دكتور سمير، برضو خلينا نربط الاقتصاد وهو المحرك الاساسي لكل شيء في العالم. يعني خلاص الناس اتفقت ان الاقتصاد هو الاساس. بنسمع عن العلاقات السياسيه، العلاقات الاقتصاديه بين الدول، لكن جديدا سمعنا عما يسمى العلاقات العسكريه. بنشوف تدريبات تعاون مشترك كثير من الدول فيما يسمى بالمرور العابر، سواء من قناه السويس ام من امام الحدود المصريه. بنلاقي مثلا تدريبات بحريه، تدريبات جويه، في يعني ما يسمى ب التدريبات العابرة، ولكن هناك تدريبات بتتم كل سنة. العلاقات العسكرية نحاول نفهمها للناس، ونحاول طبعا هنبسطها بشكل كبير يعني، وأهميتها طبعا. تمام. أولا لو جينا نربط علاقة ما بين التقدم العسكري والاقتصاد، هنلاقي أمريكا هي الأولى يعني عسكريا وفي الاقتصاد. صحيح. يعني في المرتبة الثانية. الصين تأتي في المرتبة الثالثة عسكريا وفي الاقتصاد الأولى، روسيا وهكذا. يعني بريطانيا، يعني هتلاقي الخمس دول دائما العضويه في مجلس الامن هو قوه عسكريه كبرى. صحيح. هم الاكبر في العالم. يعني هناك، وهتلاقي مصر نفسها بتتصاعد القوه العسكريه والاقتصاد بيتصاعد، لكن ربما القوه العسكريه تبقى شويه اكثر. يعني نعم. يعني القوه العسكريه بنتكلم يعني في العشر الاوائل، لكن الاقتصاد في الثلاثين الاوائل مثلا. نعم. نتكلم بقى على فكره علاقه الاقتصاد بالتعاون العسكري. لما يكون دولة حاضرة مثلا زي فرنسا، في استثمارات، في شريكة يعني
في تاج غاز الشرق المتوسطي، فمن مصلحة فرنسا أن تبقى مصر قوية. نعم. فبتديها السلاح اللي تطلبه، عندنا في الرافال، عندنا في البحرية مسترال، بوين، تصنيع مشترك وموجودة في المعرض. فده يعني نموذج الربح المشترك اللي فيه اقتصاد ناجح بيتطلب الدفاع المشترك والتعاون المشترك في التدريبات اللي حضرتك قلتها، التدريب العابر والتدريب المخطط والتدريبات المنتظمة. نعم. والتدريبات التخصصية والتدريبات والمنارات الشاملة. ده بيميز كل العلاقات، وكل ما كانت في علاقات يعني عسكرية كبيرة بتعكس مساحة من الثقة ما بين الدولتين اللي بتنعكس بشكل كبير على الاقتصاد. طبعا. لان مش يعني والعكس بالعكس برضو يا دكتور، يعني اذا كان عندك انت اقتصاد قوي او عندك موارد اقتصادية قوية غير قادر على الدفاع عنها او حمايتها عشان تكون مستمرة، مفيش حد هيجي يعمل علاقات اقتصادية معك. بالضبط. او ليك مشاكل مع جيرانك، يعني طبعا. لو في دولة ليها مشاكل مع جيرانها يعني بتبقى مش مناخ جاذب للاستثمار. صحيح. ولما يكون انا كمستثمر بتعامل مع دولة صديقة دولتي وفي تعاون اقتصادي وعسكري، ببقى رايح ومطمن على اقتصادي، لان طالما وصل التعاون لهذا المستوى اذا العلاقات ما بين الدولتين فيها الاستدامة. فما اقدرش افرض الاثنين، يعني افصل الاثنين على بعض. وبشكل عام قوة الدولة مثلث يعني من ثلاث اضلاع، ضلع منه اقتصاد، ضلع منه قوة عسكرية، والضلع الثالث علاقات خارجية وقوة دبلوماسية. صحيح. فلو الاقتصاد ضعيف مساحة المثلث قلت، لو القوة العسكرية ضعيفة مساحة المثلث قلت. صحيح. يعني والاثنين مش موجودين مش هيبقى فيه علاقات دولية بشكل ما. مش حدش هيسأل فيك طبعًا. يعني لو انت ما عندكش الاقتصاد ولا قوة عسكرية، يعني لا حد، لا انت بتأثر في اقليمك ولا بتأثر في الاقتصاد ولا ما حدش هيتعامل معاك، او تتحول الى مجرد منجم. نعم. او محجر، يعني يجي ياخد منك موارد بس ما يتعاونش معاك زي ما بيحصل في دول كتير. يبقى نوع من انواع الاستغلال بشكل او استعمار اقتصادي زي ما بيقولوا. طيب خليني اسال حضرتك، يعني برضو المواطن العادي دايما المعدات العسكرية وفاهم ان هي للقتال والدفاع وغيره، لكن في معدات كثيرة بتستخدم سواء استخدامات مدنية او استخدامات لتأمين الحدود، سواء بقى من تجارة المخدرات، سواء من الهجرة غير الشرعية او غيرها. في مصر في هذا المعرض شفنا اجهزة متطورة يمكن مصر بتعرضها لاول مرة، او على رأسها طبعا الطائرة المسيرة بدون طيار، ودي كانت تكنولوجيا محتكرة على تقريبا 5 دول او 6 دول او مجموعة من الدول القليلة جدا في العالم، بس مصر دخلت بقوة الان. عندنا لانشات وانظمة تأمين حدود، يعني ازاي نوصل الصورة الكاملة للمواطن عشان يفهم ابعاد هذه الصورة بشكل صحيح؟ زي ما سيادتك تفضلت، اولا موضوع الدرونز المسيرات، احنا دخلنا بالفعل في 5 6 دول، ودي تعتبر جيم تشينجر، يعني من التكنولوجيات اللي بتغير قواعد اللعبة. نعم. اللي هي سوفيستيكيتد، معقدة، مش متاحة للجميع. ولما دخلنا بالنوت دخلنا يعني ولدت عملاقة. نعم. احنا بنتكلم في مدى لغاية 14 ساعة بسرعة 180 كيلو، مدى تحليق 6 كيلو، منها جزء خاص يعني في إصدار منها خاص بالاستطلاع ومراقبة الحدود والبحث والإنقاذ، تشارك عمليات البحث والإنقاذ برا وبحرا. وفي جزء تاني مجهز للعمليات القتالية. العمليات القتالية دي في جزء كبير منها بيستخدم في برضه في تأمين الحدود من المهربين ومن العناصر الإرهابية وخلافه. بالإضافة لأن لما نتكلم مثلا عن هيئة عربية للتصنيع اللي بتعمل المركبات الدفع الرباعي والمدرعات هي نفسها بتنتج الدفع الرباعي للقطاع المدني. نعم. يعني التكنولوجيا العسكرية هي الأعلى. يعني الترسانة البحرية بتطلع دلوقتي الجويند واللانش سويفت، ممكن تطلع لانشات للاستخدام المدني. نعم. يعني زي مثلا عندنا مثلا مركبة قتال عربية جيب، نفس العربية الجيب دي، أنا مش عايز أقول اسمها عشان ميبقاش إعلانية. نعم. بتتباع في المدني بإصدار مدني. صحيح. الكهروبصريات، الكهروبصريات بتطلع منتجات للقطاع العسكري والقطاع المدني. طبعا. هي الفكرة دايما بتبقى التكنولوجيا العسكرية الأكثر تعقيدا.
نعم. لو قدرت توصل لها تقدر تعمل اللي تحتها يعني طبعا. الطيارة أو بيتم تطويرها بشكل ما لاستخدامات معقدة أيضا في الـ الـ الأجواء المدنية بمختلف التخصصات. أنا بشكرك طبعا دكتور سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. وخلونا نطلع لمعرض إيدكس في يومه الأخير، فعاليات هذا المعرض ماذا يدور الآن؟ وزميلي علاء رشوان معي من هناك مراسل النيل. يعني علاء ضعني في آخر صورة الآن في المعرض، ولو عندك معلومات عن هل هناك صفقات عقدت؟ أنا علمت أن هناك بعض البروتوكولات تم إمضائها بين مصر وبعض الدول في هذا المعرض، ضعني في هذه الصورة. نعم، ربما في خدمة إخبارية سابقة رصدنا و يعني تحدثنا عن آخر هذه الصفقات التي أشرت إليها زميلي، وهي صفقة تم توقيعها بين جمهورية الصين وجمهورية مصر العربية ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع، بمقتضاها سوف يتم التعاون المشترك في الفترة المقبلة لتطوير أبحاث بعض الصناعات الدفاعية الهامة. عودة مجددا إلى أجواء هذا المعرض الهام والتي لم تتغير الصورة فيها كثيرا منذ انطلاق فعاليات هذا المعرض في يومه الأول ووصولا إلى اليوم الختامي اليوم الرابع، إقبال متزايد، إقبال ملحوظ من مصريين، من عرب، من أجانب، من زائرين، أيضا من العارضين والمعنيين بالدراسات والصناعات التكنولوجية المتعلقة بمجالي الدفاع والأمن. رصدنا أيضا بعض المشاركات الجديدة في بعض الأجنحة، ربما بعد نجاح إيدكس 2018 في نسخته الأولى كانت له ردود أفعال واسعة في الصعيدين الإقليمي الدولي، وهو ما انعكس في زيادة عدد الشركات العارضة التي وصلت إلى 386 شركة عارضة، هناك 21 جناح. عدد الزوار كما قالت لنا بعض المصادر المنظمة لهذا المعرض تصل اليوم بنهاية هذه الفعاليات إلى حوالي 30,000 زائر، وهو رقم كبير لم يكن متوقعا، ولكن نرصد أيضا بعض الظواهر الإيجابية الجديدة، وهي إفساح المجال لزيارات تفقدية من قبل طلاب الكليات الفنية، كليات العسكرية والمعاهد العسكرية، وأيضا طلبة المدارس لإشراك هؤلاء الشباب جيل المستقبل في الملحمة التي تدور على أرض مصر في مجال التصنيع الدفاعي والعسكري. نحن الآن متواجدون في الجناح المصري، تحديدا جناح وزارة الإنتاج الحربي، للاطلاع على أحدث هذه الابتكارات التي تمت بأيادي مصرية خالصة. نحن الآن نقف تماما أمام أحدث الأجهزة الرادارية أو المنظومات الرادارية التي تم تطويرها كما أشرت بأيدي مصرية خالصة، ومن بينها الأستاذ الدكتور فتحي عبد القادر وهو رئيس قسم الرادار بالكلية الفنية العسكرية. برحب بسيادتك يا دكتور، لو تحدثنا بشكل أكثر استفاضة عن هذه المنظومة الرادارية، وهل بالفعل تمت بأيدي مصرية خالصة، وتكلمنا كمان عن مراحل تطوير هذه المنظومة الهامة. احنا بنعرض النهاردة جهازين رادار لمجابهة التهديدات الجوية والأرضية، والتهديدات دي متنامية جدا، والدول كلها بتتسابق في انها تصنع معدات عسكرية تكنولوجيا عالية جدا بانها تجابه التهديدات دي، ودي تعتبر من التكنولوجيات الحرجة اللي دخولها يعتبر في حد ذاته تحدي. احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نصمم ونصنع، قدرنا نصمم في بالتعاون بين الكلية الفنية العسكرية وبين مركز بحوث الدفاع الجوي، وقدرنا ان احنا نصنع بمصانع الانتاج الحربي جهازين رادار. الجهاز الاول هو جهاز لاكتشاف الطائرات الموجهة بدون طيار، الصغيرة جدا والمتناهية في الصغر، وده يعتبر الاول من نوعه في مصر. يقدر جهاز يكتشف هذه الطائرات حتى مدى 3 كيلومتر. الجهاز الثاني هو جهاز رادار لاكتشاف التحركات الارضية اللي هي متمثلة في الافراد والمركبات، حتى مسافات 6 كيلو للافراد و22 كيلومتر للمركبات.
الجهازين يعتبروا منظومة متكاملة ممكن يشتغلوا منفردين أو ينضموا إلى منظومة أخرى بتحتوي على منظومة كهربائية بحيث نعمل منظومة متكاملة للمجابهة ضد التهديدات الجوية والأرضية. احنا بنقول وبنأكد ان دي تكنولوجيا حرجة دخلنا فيها يعتبر ويعد نجاح كبير جدا. التصميم تم بالكامل بأيدي مصرية، التصنيع تم بالكامل في مصانع إنتاج حربي، وبالتالي احنا نقدر نقول ان احنا ان شاء الله نقدر ننتج ما يكفي حاجتنا قوات مسلحة. ومش بس كده، احنا بنحاول ان احنا ننافس السوق العالمي ونقدر نصدر للخارج، وده ظهر من خلال اهتمام الوفود المشاركة افريقية او عربية اهتمامهم بمثل هذه الرادارات علشان يجابهوا بالتهديدات اللي مولة عندهم في الدول بتاعتهم. طيب احنا كنا بنتكلم عن فكرة توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة، سيادتك شايف مثل هذه المنظومات المبتكرة كما اشرت بأيدي مصرية خالصة كيف تسهم في امتلاك هذه القدرة اللي هي في الاخر بتؤمن الامن والاستقرار؟ هي طبعا احنا بنقول التكنولوجيات دي حرجة والحصول عليها صعب جدا. احنا بنحاول من خلال الكليه الفنيه العسكريه والبحوث الفنيه ومراكز البحثيه القوات المسلحه ان احنا نبدا من بدري، مش من دلوقتي، نبدا من بدري نقتحم هذا المجال. من خلال رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه بنقدر ان احنا نقتحم هذا المجال فعلا، وبنوصل لان احنا نحط تصميمات وبيساعدنا فيها التقدم الكبير اللي في مجال الانتاج الحربي ان احنا نقدر نصنع التصميمات ديت، وبالتالي نقدر نوصل لان احنا عملنا منتج لو اتكلمنا على التكلفة بتاعته هنلاقيها من 30-40% من المثيل العالمي، وده طبعا في حد ذاته يعتبر نجاح كبير جدا. ان شاء الله مستمرين في التطوير، مستمرين في الابحاث، ان احنا نطور في الاجهزه ديت، نطور من مدياتها من امكانياتها، ونقدر نصنع اجهزه اخرى ان شاء الله. دكتور فتحي عبد القادر، رئيس قسم الرادار بالكليه الفنيه العسكريه ورئيس الفريق المطور لهذه المنظومه، بهني سيادتك وبهني كل شعب المصري على هذا الابتكار وهذا الانجاز وكل التوفيق يا فندم. انا بشكر حضرتك جدا، وشرف لينا ان احنا متواجدين في المعرض، واحنا حسينا بنظره الاعجاب في عيون الوفود اللي جت شافت المعروضات، وان شاء الله في احسن باذن الله. شكرا. شكرا جزيلا. كما رصدنا وكما كشفت الكاميرا، هذه هي مبتكرات تم التوصل إليها بأيدي وعقول مصرية خالصة، ما يعكس مبدأ امتلاك القدرة وتوطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية والعسكرية حفاظا على الأمن والاستقرار، كما أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ردود أفعال إيجابية للغاية لفعاليات هذا المعرض، هذه الردود الأفعال التي لم تنقطع منذ اليوم الأول لهذه الفعاليات ولا زالت مستمرة. هناك تفقد لوفود كثيرة من الدول العربية والإفريقية والأوروبية المشاركة في هذا المعرض، تحديدا لتفقد الجناح المصري وما يحتويه من صناعات وتكنولوجيا متطورة للغاية، سواء على المستوى الابتكاري أو على مستوى حتى الأبحاث الجارية بأيد وعقول مصرية لتطوير هذه الصناعات وزيادة وتعزيز التواصل والتفاعل مع الدول الشقيقة والصديقة لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. نعم، إذن أشكرك علاء رشوان زميلي مراسل النيل، كنت معي من إيدكس 21 مع أحد ضيوفك الأعزاء، وعرضت علينا هذه المنظومة الدفاعية المتطورة التي تم تصميمها وتنفيذها بأيدي مصرية خالصة. معي الآن عبر الهاتف اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. ست اللواء تحياتي. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك واهلا بزملائي العمل في الاستوديو واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك سياده اللواء. يعني احنا بنتكلم على معرض عسكري ذي تكنولوجيا متقدمه، شفنا فيه عرض مصري لمجموعه متقدمه وجديده لم تعرض قبل ذلك في السلاح المتطور. يعني تنظيم هذا المعرض، خلينا اسالك بشكل صريح، هل له رسائل او اهداف سياسيه واقتصاديه وعسكريه؟ كيف ترى هذه الصوره؟ الصورة المتكاملة يعني. طيب بنرى الآتي، في عشان أنت نظمت، عايز تنظم فكرة السادة المشاهدين ويسمعوا معاك بالترتيب. نعم. اللي أنت قلته له أهداف سياسية. الأول نتفق إن هو معرض للمعدات الصناعية الدفاعية. نعم. كلمة الدفاعية بتفرق معايا كتير قوي قوي. طبعا. عشان إحنا أساسا ليس لنا أي أهداف وأي طموح في أي اتجاه. نعم. طيب المعرض بالصورة دي يقول ايه في اوضاع مصر السياسيه؟ هل مصر لديها هذه القدره
ان هي وزاراتها متعاونه ومتكاتفه تاخد المعدات من اول ما جت في ارض البحر وجت عبر المواني والمطارات عشان يحصل التنظيم والتسهيل والاجراءات ويوصلوا لارض المعارض ويعرض الامر بالصوره دي. هل اجراءات التامين كافيه؟ هل اجراءات التامين الصحي كافيه؟ كل ده بيديك مؤشر الدوله دي قادره تستضيف حدث الصوره دي في ظل احداث طبيه واحداث مش مريحه للعالم كله. طبعا انت عامل مؤتمر وعندك اكثر من 30 الف زائر. طيب هل ده بيدي المؤشر لاستقرار مصر وبيقول سمعه مصر حتى لو ناس كتير حاولت تشوهها هي سمعه طيبه وهتفضل طيبه؟ هل مصر بتعود لدورها الريادي في المنطقه كدوله مركزيه بتأدي دورها تجاه شعبها وتجاه العرب؟ نعم. هل الشارع المصري متعايش مع هذا الموضوع والاستقرار الامني بقى فيه واضح؟ هل بنبعت رساله الدنيا كلها تعالوا بنعيد مصر امنه مطمئنه لكم ولكل الدنيا ولم ولن يحقق ذهاب اي شيء؟ من اسبوع انا كنت اعمل لكم وفرجكم طريق الكباش بفتحه ازاي واقول لكم تعالوا الخير ده خير كل المصريين مش لمصر بس للعالم. نعم. كله من حيث المردود السياسي حقق المعرض هدفه والدنيا ابتدت تتكلم. الاعلام انت لو تركز مع الاعلام الخارجي العربي والاجنبي تحس قد ايه الصوره ابتدت تبعاتها رغم ان في اعلام مغرض يا فندم، في ناس مغرضه لهذا الامر وقاعده تضرب وتكسر في مصر بطريقتها. طيب سيادتك اتكلمت على المردود الاقتصادي. نعم. اللي دايما بقول ان اي حد عايز يعرض معدات رايح تعرض في وسط ناس ما بتعرضش حاجه قديمه، طبعا بتعرض افضل ما لديك، وخاصه ان كل الدول اللي بتصنع سلاح مش بتصنعه عشان تستخدمه، لا أكيد. بصنع عشان اسوق وبيع. طبعا اذا انا رايح اوريك افضل واحدث ما عندي وادوقك حاجه جميله عندنا كده حاجه طعمه عشان تشوفوا الانتاج لكل دوله، وعلى التوازي انا بنتج وبوريك حاجه من كل حاجه من بعض اللي عندنا. عجبتني الكلمه اللي قالها الفريق منعم الطراس من يومين، قال مش كل اللي موجود معروض. طبعا ده انا عندي حاجات ما تعرضتش يا فندم. طبعا اكيد مش هتتعرض، لان اسرار بيتك في اسرار لا يمكن الاطلاع عليها لمخلوق. صحيح. طيب اللي هل هذا معنى هذا ان انا اعمل اللقطه دي بعد ثلاث سنين 2018 انا نجحت في بوطن الصناعات الدفاعيه العسكريه في مصر واكد؟ هل انا عندي فرصه في المعرض ده ابيع منتجات اشوف الدنيا كلها فيها ايه جايه المعرض عندي كل الدول جايبه عشان انتقي كل اللي انا بحتاجه؟ هل انا بكتسب خبره في تسويق السلاح واعمل الصفقات ازاي؟ طيب هل القوات المسلحه، وده نقطه تهم اهل مصر كلهم، عدلت استراتيجيتها في تدبير السلاح بعد ما كان تدبير بس بقى تدبير وتصنيع؟ صحيح. مع بدء التصنيع وكل اللي بدبر منه يا فندم باخد جزء من التصنيع ان شاء الله 1% بعد 10 15 20 سنه هيبقى بصنع 80 90%، علما بان المصريين عارفين ان مفيش دوله بتصنع القطعه من الالف للياء. صحيح. لا، احسن محركات بتحط في البلد دي، احسن مستشعرات في البلد دي. اذا كانت صناعه السيارات العاديه اللي في الشارع الناس بقت خلاص عارفه ان مكوناتها بتيجي من اكتر من 10 دول دلوقتي. جميل جدا. الانتر كارج في البلد دي افضل انتاج، عشان كده انا ابتديت اصنع انا ابتديت اسوق من اول مره وجود 30 الف زائد، ده شيء مهم جدا بيضيف لي قيمه ادبيه لمصر لا تقدر بثمن. نعم. على فكره الوزراء اللي بيحضروا رؤساء الاركان الوفود العسكريه الحوار اللي بيتم عبر المعرض المنتديات والمؤتمرات ده كل ده بيمثل اضافه. الدنيا جايه ازاي تعرف المصريين نجحوا ازاي في السنين دي ان هم يحجموا ويقزموا الارهاب اللي مدفوع ومأجور ويتمول تمويل راقي جدا. نعم. وعالي جدا. نجحتوا يا مصريين ازاي بمعدات كتناقوا السوس والزباله من وسط الناس الطيبين؟ المؤتمرات دي بيتم فيها تبادل الرؤى والافكار. عايز بس اوضح لك القيمه. نعم. العلميه لهذه. نعم. المعارض. نعم نعم. انا بشكرك سياده اللواء ناجي الشهود المستشار باكاديميه نصر العسكريه، شكرا جزيلا على وجودك معانا، واظن ان الصوره اللي حضرتك عرضتها بالطريقه دي اكيد وصلت لكل المشاهدين. مشاهدينا الكرام، طبعا مشاركينا دايما على مواقع التواصل الاجتماعي ليهم مكان في هذا البرنامج عشان يقولوا ارائهم ومقترحاتهم المختلفه. خلونا ارى معاكم مجموعه من التعليقات اللي وصلتني على صفحه همزه وصل على الفيسبوك. ابدا واحد من التوب فانز ايمن رمضان الانصاري
برأيي مع ختام فعالياته مثل إيدكس 2021 رصيدا جديدا لمصر في امتلاك القدرة والمكانة إقليميا ودوليا لأهمية منظومة الدفاع والتسليح باعتبارها ركيزة للأمن والسلام أيضا. من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام، ومن أراد أن ينعم بالسلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة للحفاظ على هذا السلام وتوفير كل المقومات والإمكانيات. محمد الطواب إنامه عاشور للحفاظ على الأمن والسلام واستقرار بانطلاق لذلك برأيي مع ختام فعاليات معرض إيدكس 21 حقا رصيدا جديدا لمصر في امتلاك القدرة والمكانة إقليميا ودوليا يدل على مكانة رياضة مصر في شتى المجالات لحياة طيبة ونشر السلام لكل العالم. محمود الضوي بيقول تاني عمل رائع يليق بمكانة مصر برأيي مع ختام فعالياته إيدكس 21 رصيدا جديدا لمصر في امتلاك القدرة والمكانة إقليميا ودوليا بعد جذب المعرض ما يزيد عن 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال، وتوزعت العقود المبرمة مع شركات دولية ومحلية لصفقات المبرمة خلال 4 أيام إلى تعاون مثمر بالخير للجميع. نكتفي بهذه التعليقات، وضيفي الأخير عبر الهاتف سيكون الدكتور حسن سلام أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور حسن تحياتي. أهلا وسهلا، مساء الخير. دكتور حسن، يعني خليني أسألك في اتجاه آخر، يعني احنا بنتكلم على عودة مصر لمكانتها الأفريقية، وده ظهر منذ عامين مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. جزء كبير جدا من أفريقيا مازال مستعمر، ليس عسكريا ولكن اقتصاديا. امتلاك السلاح برضو من احد المقاومات اللي بتخلي الدول تدافع عن مقاومتها الاقتصادية. شايف قدرة مصر الان على الانضمام بقوة للاقتصاد الافريقي واخذ ما يسمى قطعة من الكعكة لتصنيع السلاح الدولي، كيف ترى هذه الفكرة؟ يعني طبعا انا بشكرك على يعني هذا السؤال، لانه الحقيقة هو يعني الرسالة اللي كان من وراها الهدف من عقد يعني المعرض الخاص بالصناعات الدفاعية، يعني يمكن التواصل مع القارة الإفريقية وحتى الاشتباك مع المجتمع الدولي في مجال تصنيع السلاح والأسلحة الدفاعية وغيرها. أعتقد أنه كان هدف أساسي من هذا المعرض، لأنه أولا استعراض للقدرة العسكرية المصرية. نعم. مصر بتعرض أمام العالم كله ومن بينهم طبعا الأفارقة إنتاجها الحربي، ودي ميزة كبيرة الحقيقة، لأنه ده يفتح الباب زي ما احنا قلنا كده يعني أمام تصدير السلاح خاصة للقارة الإفريقية بجيوشها، يمكن 64 جيش للدول الإفريقية. نعم. العديدة، بالإضافة إلى الثقة والمصداقية اللي خلقتها الدبلوماسية المصرية داخل القارة الإفريقية. يعني أنت تعلم أن مصر تمارس حتى نوعا من الدبلوماسية بنسميها الدبلوماسية الذكية، اللي هي خليط ما بين المصالح الاقتصادية والمسألة العسكرية. هنا الدبلوماسية الذكية الحقيقة المقاوم العسكري أو المكون العسكري كان واضحا وحاضرا بقوة في معرض إيدكس للصناعات الدفاعية اللي استعرضت فيه مصر قدراتها وإنتاجها من الأسلحة المتطورة. والحقيقة أنه يعني التقارير الدولية، يعني يمكن تقرير السويد للسلاح اعتقد ان هو بيقول ان منطقه الشرق الاوسط ومنطقه افريقيا هي اكبر مستورد للاسلحه. صحيح، صحيح. حتى الان، وبالتالي 2.5% تقريبا بالضبط خلال بالضبط عام كورونا، يعني حتى بالضبط كده. نعم. بالضبط كده، بالضبط كده، مع الرغم من انه مناطق اخرى كانت ثابته في مساله الاستيراد، لكن نعم. المنطقه هنا يعني تحتاج الى يعني العديد من السلاح، ليس لغرض الهجوم ولكن لغرض الردع. نعم. ويمكن الرسالة الثانية أن مصر حين تتولى يعني استعراض قدرتها الإنتاجية في مجال التسليح، هي تبعث برسالة ردع لأطراف متعددة، خصوصا أن مصر حتى إذا كانت مصر لا تتعرض لتهديدات مباشرة، لكنها لها دورها الإفريقي والإقليمي في حماية الأمن القومي طبعا، سواء للقارة الإفريقية أو للمنطقة العربية أو لمنطقة الشرق الأوسط. وبالتالي رسالة الردع دي الحقيقة لأي طرف إقليمي قد تسول له نفسه التجاوز أو العبث بالمقدرات أو الثروات أو إثارة التوترات، دي رسالة مهمة الحقيقة. بالإضافة لأمر آخر، أنه يعني هذا الأمر يؤدي إلى البعد السياسي. البعد السياسي أنه قدرتك على إنتاج السلاح بتؤدي إلى تخفيف الضغوط من الأطراف الدولية طبعا المصدرة للسلاح، وبالتالي أنت بتمتلك قدرتك الحقيقية وتستطيع أن تتخذ القرارات وتستطيع أن تكون رقما مهما في المجتمع الدولي. كل دي الحقيقة أعتقد أنها فوائد سوف نجنيها من جراء معرض الصناعات الدفاعية. نعم، أنا بشكرك دكتور حسن سلامة
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا على وجودك معنا. بشكر ضيوفي في الفقرة الأولى من الاتصالات الهاتفية، بشكر ضيوفي أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ساعدونا وشاركونا بآرائهم ومقترحاتهم، وهي مرحب بها دائما على صفحة البرنامج همزة وصل على الفيسبوك. بشكركم مشاهدينا الكرام على متابعة همزة وصل دائما، بنقل لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقة، تحيات حسام الدين عاطف، إلى اللقاء.